واتس كوكينج مع الشيف شربي اليوم. صباح الخير. صباح النور. دبل صحيح صحيح صحيح. صباح امبارح باليوم صار ما في سوا. ما في سوا سوا. بونجور ستيف. بونجور شربي. اول الجمعه شو بدنا نطبخ؟ شوف شو بدنا نطبخ اول الجمعه من الله ضايعين. بدنا نطبخ سباجيتي. ما هي؟ طيبة. اليوم بنعمل مش حيلا سباجيتي. ايه مش حيلا سباجيتي. ميت بولز رح نعمل. رح نعمل ميت بولز ال الايطاليان ميت بولز، يعني رح نشتغل عليها على الطريقة المضبوطة، ما رح نزيد وننقص عليها، لأنه في مثل ما بحكي على طول في ريسيتات بيبقوا ما بنغلط فيهم، ما بدنا نغلط فيهم، لأنه هول الريسيتات هيك طيبين، لا بدنا نزيد ولا بدنا ننقص، بتكون ريسيت بيرفكت. هلا أكيد رح أكيد في الأفكار تبعها كيف لازم تنعمل، كيف لازم نعطي التكنيك المضبوط، لأنه كمان في كثير أشخاص بيحبوا هالميت بولز بس سانتايمز بيقولوا لي إنه شاف بعد الوقت بيطلعوا معنا شوي بيعلقوا أو شوي هيدا، سو اليوم رح نعطيهم التكنيك الطيب لكل شيء اسمه لحمة مفرومة، يعني كل شيء شو لازم نعمل؟ شو لازم نعمل تنخليها سوفت تنخليها طرية، كيف بدنا نطبخها بأي جوسي. طريقة بتنطبخ، ما بدنا اياها تزنخ، سو كل التكنيك رح يكون، يعني رح تكون هالروسيت مثل كمان باب لكل شيء اسمه هلا اذا ما بدنا مع سباجيتي فينا نعملها مع حدا رز وهيك، يعني بس فيك تعملي الميت بولز، يعني نحن مجرد ما نقول ميت بولز يعني بتعرفي عائله كبيره الميت بولز، يعني بلشي مره عملت حلقه من زمان عن السويدش ميت بولز، كمان من الاكلات كثير مشهوره باوروبا طيبه كثير، عندك نحن اللي بنعمل داوود باشا في بقلبها ميت بولز، عندنا شربت القيمه في بقلبها ميت بولز، يعني كل شيء في هيدي اللحمه فيكم تشتغلوا على هيدا التكنيك نفس الطريقه نفس التكنيك مزبوط، نفس المواد الاساسيه اللي رح حطها انا هلا، بس اكيد بتختلف البهارات، يعني مجرد نعمل اذا نعمل شوربه القيمه او نعمل بتعرف بنستخدم البهارات العربيه او الداوود باشا كمان بدنا نحط لها شويه قرفه شويه بهار حلو بقلبها، هون عم نعمل تكنيك يلي هو على طول انه اللحمه المفرومه لازم تحتوي على بحدود ال 5% منها تكون فيها دهون و 5% بيكون فيها خبز، سو الخبز مهم كثير بقلبها مشان هيك هو اللي بحافظ على الطراوه تبعها، هو اللي بخليها تضلها سوفت ما تشد على بعضها، ان كان بهيدي اللحمه حتى بالبرجر سبق وحكيت كمان عنها هيدي الملاحظه دايما. لازم ينحط خبز بالبرجر ضروري، هلا في اشخاص بيخالفوني الراي بيقولوا لي لا ما لازم، لازم ينحطوا خاصة للماربلد ميت للحمة المدهنة، يعني بتعرف بعد الوقت هلا صار كثير درجة انه البلاك انجوس واجيو بيف وكذا وهيدي لا ما بنحط لها خبز، لا لازم ينحط لها خبز لما تزم لانه فيها نسبة دهون عالية، ما بتزم بدلها سوفت بتمتص السوائل بتعبي الفراغ تبع الدهون يلي دابت، سو مشان هيك دائما لازم نحتوي على 5% من هال خلطة هيدي تكون مبنية على الخبز خبز. اوكي رح نبلش اليوم نسلق هالسباجيتي بالاول، خلينا نحط السباجيتي، انا جايب لانجويني اليوم مثل العاده 8 دقائق صحيح، انا اطيب اصناف الباستا هي عندي اللانجويني، اللانجويني هي على طول بتدلع الدانتي او في 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 اصناف كثير بتعرفي البات والتليان والفاريتي الكبيره اللي عندهم اياها باصناف البات روعة، زيت زيتون نحطهم فوقها، نتركها هلا نسكر عليها تنزل. اوكي هلا شو رح نعمل؟ رح نبلش خلطة اللحمة، هون الخبرية كلها بخلطة اللحمة، يلا بدنا نبلش نطحن الخبز. بدنا خبز باندومي. اوكي بدنا نقص الاطراف. لا لا فيك تخليهم ما في مشكلة. أوكي. حنم يعني نقصه ما في غير معينة، مش انه بدنا نخليها نحافظ عليها، حطينا بلحمة حمراء، لحمة حمراء الاطراف ما بيأثر عليها، بتاخذ ضروري يلا حط بعد ترونش وحدة، لأنه أنا جايب اليوم 500 جرام من اللحمة المفرومة مثل ما حكيت، فيها تقريبا بحدود ال 5 جرام يعني نص كيلو، يعني تقريبا فيها بحدود ال 50 جرام من الـ من الـ من الـ من الفات، فينا نقلل الفات منها كمان ما في ولا مش بس هي كل ما كان شوي فيها فات كل ما بدلها جوسي وكل ما بدلها تعطينا طعمه اكثر. يلا ورقتين من الحبق. اوكي عندي ثوم. اوكي قص واحد من الثوم ما بدنا اكثر. اوكي
اذا بنزيد الثوم على طول بتبلش تعطي طعمه مثل كانك عم تاخذي طعمه ال طعمه السجق. السجق مظبوط. اوكي سو ثوم قليل فيها، شويه بهار حب اسود بقلبها، شويه بهار ابيض، بصل. هلا فيكم تبرشوا البصله بقلب. انا ما كثير بحب قصه الهيدا مشان الزوم. اذا بدنا نحطها بالميكسر وهيك مش ضروري. هلا لانه في باندومي ما راح تعمل لي زوم كثير. اوكي لانه دغري الباندومي راح يمتص هالسوائل هيدي. بفضل دائما نستخدم اكيد البصل العادي 100% 100%. حطينا كل السوائل هون. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اضيف عليها حليب. تقريبا بحدود الملعقتين من الحليب كافيين انه يخلوا هالخبزه تكون طريه. اكيد. هلا بقى ننتبه، نحن هون حطينا الخبز والحليب مش معناتها مثلا اذا عم نعمل داوود باشا نحط حليب، لا، بس لهيدي الروسات نحن عم نحط هيدي الروسات بس عم نحط حليب. او اذا بدنا نعمل الميت لوف الامريكانيه كمان الكثير مشهوره، الميت لوف يلي بنحط بقلب الجزر وهيدا اكيد بدنا على الباندومي بالحليب. بس هو فكرة انه دايما الكعك كثير مهم بقلبها او الخبز. طحنهم مزبوط. هلا اكيد الحبق رح يعطي طعمه. هلا بنرجع نزيد عليها بارميزون وارد دو بروفانس. تمام يلا خليني اجيب ملعقه. عم نشوف المقادير على الهواء. شرب الموضوع. عم نشوف شرب الحبه بلال. بلال اشتقنا بلال. رجع بلال، رجع رجع بقوة. يلا بعد شوي صغيرة. تمام تأكدنا انه كل هالخلطة هوموجين صارت. ما بدنا اياها تصير كريمة بالنهاية، لا بدنا اياها دافية بس نقدر نطحنها تصير تدلى شوية جرانولية من جوا، ما في مشكلة. هون السباجيتي توب روعة. هلا بدي اضيفها على خلطة اللحمة. خلي البصل على فرد ميل، او بتعرفي شو خليني بلش حضر آلية البصل هلا هون تنبلش نطلع بالصوص طومات. اوكي. البصل والثوم، يلا، زيت زيتون. بصل مفروم. هلا ما بيأثر انا فرمهم خشنين، هلا بالاخر بدي ارجع اعمل لهم مثل طحنه صغيره بس تا خليها تصير اكثر كريمي الصوص. يلا سباتيول هون، لكن انا هون حاطط اللحمه المفرومه موجوده عندي، نص كيلو من اللحمه المفرومه راح ضيف عليها هالميلانج هيدا هالخلطه هيدي. هلا بندعكها كلياتها سوا مع بعض. صحيح مفرومه ناعمه. هيدا الميلانج كليته سوا صار موجود هون. اوكي هلا بندعكهم كلهم مع بعضهم. بس بدي اضيف عليها ملح الارب دو بروفانس اكيد، اعشاب بتحبوا تحطوا صنف واحد من الاعشاب كمان ما في ولا اي مشكله. ملح اهم شيء، بنحط ملح بقلبها. وعندي البارميزون يلي هي من المكونات الاساسيه يلي لازم تكون بقلب الخلطه. اوكي ضروري نحط بارميزون بقلبها. هيدي يعني من اكثر الوصفات الشهيره ومن اطيب الوصفات، لانه كمان بتناسب العيال اكثر. كمان بتعرفي كمان على طول بنرجع بنقول بنذكر كمان العائله، الاولاد بحبوا شيب كل شيء اون فورم دو بول. بحبوا هالشكل هيدا، يعني تخيلي بحبوا صوص طومات كمان وبحبوا سباجيتي. مزبوط مزبوط مزبوط. لحمه صحيح 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 مزبوط صحيح. لكن هون خلصنا، بدنا نبلش ندعكها مزبوط. هلا بدنا نعملها اكيد بولز، نظبطها هون. فينا نضيفها دغري فوق البصل هون ونحط الصوص طومات، بس انا بدي اطحن شوي صغيره الصوص. أوكي. رح نحضرها نقليهم على فرمال نرجع نجمعهم مع بعض. بينما اللي بيحب يخلي الشيب البصل هيك بقلبها ما في مشكله، في دغري يضيفهم من بعد ما نخلصهم. يلا ندعك. ها روعه العشاب بقلبها. ايه يا جماعة
ايماجين مال الطعمة رح تطلع. ايه ايه توب 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 توب. هلا كيف البروسيجر تبعت اللحمة؟ بس بدنا نقليها؟ هلا بدنا نقليها اكيد، بدنا نرجع نحطها مع الصوص طومات، بنكون خلصنا السباجيتي، بنقدمها مع بارميزون، انا جايب شوية ساندراي توميتو بزيد عليها. اوكي. كمان هيك بتضيف عليها طعم الساندراي توميتو بحبها معها، يلي بحب هيك حدية البندورة، البندورة المجففة. واكيد طيب. الصوص طومات رح نضيف لها شوية ملعقة صغيرة كمان من السكر الأسمر ما تطلع معنا كثير حد حام اسيديتين، او بتعرف الحام البندوره فيها فيها شوي تحمولة. اكيد اي طبيعي، لازم دائما نحط شوي تنحليها. يلا خليني خفف النار على البصل مشان ما، لانه بدنا اياه يدبل، ما بدنا اياه يصير كثير اشقر. نعمل صوص طومات نحن بالنهايه. يلا لحمة تقريبا بحدود ال 20 جرام 25 جرام يلي ما يعادل ملعقة. هلا إذا بتحبوا تعملون قد بعضهم بتزم شوي. إيه أكيد طبيعي، بس ما بتزم كثير. ليه؟ لأنه دخلناه للخبز. خبز. سو من هون مثل ما حكينا الخبز هو بيمتص السوائل وبينفش. هلا بمحل الأكلة اسمها ميت بولز، بدك تعمل 100 وحدة. فضحتينا هلا، ما بيطلعوا هلا بيقولوا الشيف عم بيعطي رسات غلط. ايه مثل الميل فاي طلعوا معنا 900 فاي هيديك المره. ايه هون لنشوف كم حبه ميت بول شو بيطلع معنا. يطلع معك 90. خسرنا المصداقيه. يلا شو بنعمل؟ كانوا بيقعدوا يحضرونا من دبل ترابل. شفتي دبل ترابل؟ بلا يحضرونا. لا اكيد بيحضرونا لانه نحن بنكت. صحيح. واهم شيء نحط شويه اجواء لانه نحن بدنا نقطع الحاله. معلش دائما ما بدنا، نحن بنقول على طول انه حتى ولو الحاله هيك سام تايمز نحن بدنا نفكر بدنا البسمه على وجه المشاهدين. بدنا نقدر نعمل هيدا الشيء لانه بالنهايه ما فينا نضلنا ديبريمي. مزبوط. وكل الوقت انكشس وخايفين 100%. ما لازم. ونحن صرنا معروفين اللبنانية انه قديه عندنا هالقوه، صار لانه قديه صرنا من عيني وبعدنا. مزبوط. وبعدنا شو بعد بدنا نشوف بس انه ربنا عطينا القوه. صح. عن جد عن جد عن جد يعني الحمد لله. بدنا نقول على كل شيء بدنا نصلي ونقول الحمد لله. يلا خلصنا. اوكي. ما طلعوا صح. ما طلعوا 100. ما طلعوا 100. هلا انا شغله كثير مهمه ستيف عم طول بقول انه كمان المشاهدين عم بنبسط كثير لما بيتواصلوا معي وبيقولوا لي انه عم نعمل الرسات عم تطلع طب. يعني شغله كثير منيحه هيدي. بالنهايه بنقول نحن الرسات عم نعملها على الهوا، بدها كمان مصداقيه تكون مضبوطه. سو دائما نحن بنقول انه خير الحمد لله انه بننبسط لما يتفاعلوا معنا ويقولوا لنا انه عم يكونوا مبسوطين بالرسيتات. انا كثير مبسوطه برسيتاتك. ما بعرف انا برجع بعملهم، برجع ببعث لك صور والطعمه عم تطلع كثير طيبه صراحه. اكيد اكيد. يلا هلا شو بدنا نعمل بال لحمة؟ بدنا نحطهم بنفس ال، لا رح قليهم هلا على فرن مقلي لانه انا بدي اطلع بالصوص طومات وبدي اطحنها. اوكي. بينما اذا ما بدي اطحنها فيني بنحطهم مع البصل، فيني احطهم دغري هلا. اوكي. يعني فيني اعمل هالشورت كات. طب ليه بدك تطحنها؟ هيدا الاصول. شو قولك؟ هيدا الاصول. هي ايه للاصول، انا بدي اياها تطلع كريمي لانه بدي هال لحم ميت بولز بدي اياهم يصيروا مثل كانه في عليهم غلاف من الصوص طومات، ما بدي يبين عليه البصل الشقف. سو بس نطحنها تخلطيها معها بتبين عن جد الشكل. انا كمان ما تأثير. بحب البصل الشقف، مش للطعم هي للشكل اكثر. مزبوط. يلا خلينا نقوي هون خشب التقطيع جديده. شو صاحبي عم بيحضروا لشيء، عم بيحضروا لشيء شرب كل النظرات في عم بلش يقسموا. عم بيحضروا كم وحده بدي اكل وكذا. طب ليك خلينا ندب لبكره وخلي الرجيم لبكره لان اليوم الاثنين كلنا بنبلش رجيم نهار الاثنين. فيها خبصه اليوم، اول مره عم بيخططوا. اه
هولي كمان دبل ترابل. أو دبل ترابل. كيف؟ ناقصكم اسكندر بعد. جهد التحية. بصل والثوم بلشنا نحضرهم هوني. اعطيني ميل نبلش نحضر اللحمة. الباستا رح تخلص. خلصت بفتكر صاروا اثنين. بدها شوي بعد شوي. لينجويني وحسب اي لينجويني عم تستعملي، حسب اي ماركة لينجويني عم تستعملي، اذا لينجويني كاليتي تبعها عم بس بدي اسالك سؤال، ليش مسكر على الطنجرة؟ لا بتاخذ وقت اسرع. سباجيتي دائما بتاخذ وقت اسرع. ايه وكيف ما عم بفوروا الميات؟ لانه الطنجرة كثير كبيرة عليهم. سو اكيد ما بي انا حتى الطنجره لو كبيره بيفوروا معي. لا بس هيدي كبيره زياده عن اللزوم، يعني هي بتاخذ ثلاث باكيتات سباجيتي. اوكي سو انا حطيتها لانه كل مره بيجوا يديني ستاف، سو تعلمت خلص حلني بقى. أوكي. ست أوكي. سنين على الهوا لازم اتعلم انه لازم احط طنجره كبيره. بقى مش الحال بعد بدهم روعه. يلا شوي صغيره بعد. في ناس بكبوها بلزقوها اذا لزقت على الحيط يعني استوت تخيل بكره عندي على الحيط، حيط المطبخ كله نقط نقط سباجيتي. وحنا سمع فيها هيدي؟ ايه بس انه انه اكيد غلط يعني بس انه اكيد غلط مش عم بتخيل حالي عم بعمل هيك. لكن حطينا توم بصل الثوم، ثوم ما نقليه كثير لانه بدي دل الزهره طعمه ال الثوم بقلبها. بتعرفي الثوم بس ينطبخ زياده عن اللزوم بيفقد شوي من الـ من الـ من الحديه تبعه. احنا بدنا ندلها شوي زهر. رزمه ان شاء الله ما تكون عم تحضرنا. مين 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 اللي عنده مين اللي بجن علي؟ كلنا بنجن عليك صح. ورانيا بلا ثوم وبلا بصل سبا على الاخر. لا بس مطبوخين سبا بس نايين نو. شو كان بدي انا بعد نسيك؟ شو بدك؟ سكر. وصلت لهون وقفت ست. عقلتنا مش يلا سكر اسمر مثل ما بحكي على طول. السكر الاسمر كثير كثير منيح بقلبها تيحافظ على الحلا تبعها. شو هالريحة؟ البندورة 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 كثير مهمة. هلا أنا أوريدي طحنتهم بدي أرجع هلا كفي عليهم مع البصل. طبيعي طبيعي البندورة كثير مهمة. معك حق تطحن، معك حق تطحن صح. رح ناخذ وقفة مشاهدينا بنرجع بنتابع واتساب. بنتابع واتس كوكينج. عم نقلي اللحمه صح؟ صحيح. وطحنا الصوص. طحنا الصوص مزبوط. نطت لبرا. نطت. طحنا الصوص. هيدي مش نطت. هلا مثل ما لاحظتي كيف صارت الصوص كريمي. هلا انا شو عملت؟ بس طحنت الصوص ضفت عليها نص كوب من المي توصلها تصير التكستشر تبعها هيك. لاحظتيها؟ اوكي لانه كنت كثير كونسنتري. صح. شفتي الفرق؟ لو بعضهم شقف البصل بقلبها اكيد اكيد بس ترجعي هلا تخلطيها مع الـ مع الميت بولز بتصير كانه مجبله. اوكي سو هلا هون لا بس 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 كل مره عندي مشكله انا الصوص ما بدي ادوق. هاي أول مرة بتقولي ما بدي ذوق، تفاجأت أنا برومت هيك إنه. ذوقي قد إيه؟ بالانسد طعمة. شو هالصوص؟ اسمع هالصوت. واو. انا بحب عن جد بحضر ال يعني اجمل شيء ممكن تحضري شيف تلياني عم يطبخ مصمت بتحسيه عم بيعيش مع الاكله يعني هالقد وانت نفس الشيء
ايه بس مش قدهم يعني. بلا. مش معقول. انت اكثر كمان. فظيعين. يلا. بس يحكوا ديجات الينة ب يلا بلشنا نطرطش. طرطشنا الدنيا اوريدي اوريدي طرطشنا الدنيا. خلي الغراض هون. لا لازم نخليها تغلي شوي صغيره. بدك تغطيها. مع بعض ايه طبيعي. بس بدنا نغطيها وننتبه انه من 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 غطيها كثير. تبع عيونك. عجل. مشان ما تزنخ معنا. على طول بنخلي لها مثل مهرب. مظبوط. لما تزنخ معنا لانه بالنهايه في لحمه وفيها لحمه فيها شويه فعلي. دهون. صح. يلا نحضر. لكينا هيك رح نرجع نعيد على السريع شو حطينا باللحمه لانه اكيد في كثير مشاهدين هلا بلشوا يحضرونا. عم نعمل طبخه الميت بولز اليوم يلي هي السباجيتي مع الميت بولز. اللحمه عملناها نص كيلو من اللحمه حطينا معها تقريبا بحدود ال 50 جرام. فيكم تقللوا شوي من الكعكه كمان ما في مشكله. قصينا الباندومي طحنا الباندومي مع حصتوم مع شويه حليب بقلبها بصل حطينا شويه ارض بروفانس ملح بلاك بيبر طحنناهم كلياتهم سوا شلناهم ضفناهم فوق اللحمه دعكناهم مع بعض عملنا هالميت بولز صوص طماط عملنا كلاسيك توميتو صوص قلينا بصل مع زيت زيتون قصينا توم بقلبها تركناهم حطيناهم شوي بالاخر تندلنا حاسين بطعمه التوم ضفنا عليها التوميتو صوص ضفنا عليها اكيد ملعقه من السكر ملح بهار ابيض موجودين بقلبها قلينا اللحمه حطيناها فوق خلطناها هلا بدنا نحط البرزنتيشن نعملها سباجيتي جاهزه وما بدنا ننسى بالخلطه لانه عدناها الخلطه فيها بارميزون كمان اللحمه فيها بارميزون سوم هلا بدنا نزيد لكن نحن صرنا حاضرين رح نعزمها لكاتيا ورح نشوفكم بتيستينج مشاهدينا هلا بكاتيا يعني نبلش النهار التنين مع ميت بولز مش غلط لانه سقعت شوي يعني هيدي الاكله لا بعدها سخنه هو للسخنه سخنه سخنه ومكتره بس الطقس بيحمل هيك نوع من الاكل يعني اليوم قربت. بعدين رح ترجع تشوي ايه ايه هيك هيك عارف. قربت نبلش نحضر نعمل سوبير نعمل الاكل هيك اشتقنا صراحه يلا زهقنا من الصيفية أناس عم بحكي عن حالي كل واحد يحكي عن حاله كل واحد يحكي عن حاله شو عندي بعد؟ في ريحة زعتر ايه في ارض دو بروفانس يعني زعتر اكليل الجبل محطوط بقلبهم بتعرفي الميلانج تبعهم كلهم القصعين يعني في فاريتي كبيره بالاعشاب موجوده فيهم يلا بارميزون واو هلا بدنا نرجع نخلي على فرمال نحط شويه بارميزون على فرمال عندي هون شويه ساندراي توميتو كمان بتطيبها فيها نكزه حبق شوي صغيره ما كترنا حبق ما بدي الطعمه تكون بارزه بدي الارض دو بروفانس تكونوا مبينين اكثر نعم يلا طيب هيدي شويه حر معها مش غلط اكيد بس ما عم بعمل استرجي نحط حر يا عمي ما عم نسترجي نحط لا حر. ما فينا كمان كلنا نتعامل بنفس الطريقه انه خلص انه في ناس بتحب الحر هيك ما لك طيب صح تنجيب حر وكل واحد بيزيد كل واحد على صحنه كل واحد لا بالطبخه كل واحد حسب شو بيحب يحط يلا بلاك بابر بعد سريع صوره شرب ولا بوفر نوار بيكتشر اي اكيد هي بتعطي طعمه طيبه الملقط حطينا الملقط صورت قصة 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 ليه كمان البرزنتيشن؟ ولا لا بس هودي اكلهم صعب شوي سافا ايوه بتعرفي اللينجويني فوالا هيك اللينجويني دايما نزلت لي كمان صوص طماط بعد ثانك يو بلا صوص كثير ايه ستيف بعرفك بقى صرت اعرف شو بتحبي كيف كيف
كيف بحب اكل. جوع اللحم يعني. رح اعطيكم ملعقه. فوالا. لا لك الميت الاول. لانه ستاف ما بدها كثير، عشان هيك حطيت لها. بناء على طلبه وانا ما برفض لها طلب. كثير 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 طيبه. هل قديه طعمه؟ قديه شو طريه شرب الماء بتحلو كثير فيها طعمه؟ كثير يعني. خرجي المشاهدين هيك اللحمه. غير بس كيف قديش طرية نتيجة حطينا الخبز وليك الشيب تبعها مزمت يعني، وكمان حطينا حليب 100%. لاحظتي حليب بال قديش سوفت ما فيها ايه؟ ما بتحسيها يعني. عم تاكل هيك تنقلوها لحالها هيك مش معقول، ما عندها شيء بتاخذ العقل تريبو. بقى فكرة كيفكم تعملوا اللحمة للدود باشر؟ سلام. كل شيء اسمه ميت بولز نفس الطريقة، تغير البهارات اكيد بس حطوا الخبز بقلبها في شوي صغير حسب كل خلطة، بس الخبز دائما هو للميت بولز كثير مهم. ورائع كمان. والتون لهيدي الأكلة حطينا، ايه لهيدي الأكلة فينا منحط، حطينا بصل روعة. كمان لا ضروري تحط بصل ولا شغل تعمل أكل. ايه اكزاكتلي. ميرسي شربل ولك صحة. يلا انت بنرجع نشوفك بكره ان الله راد. ان الله راد. كاتيا بتابع معكم، انا برجع بشوفكم نهار الخميس، ما تنسوا البسمه.